السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة، والنهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت. النهاردة هنعلمكم ازاي تعملوا جسر متحرك في ماينكرافت زي ما انتم شايفين اهو. طبعا عشان تشغلوه لازم الادوات دي، بلوك اوف ريدستون، ستيكي بيستون، ريدستون، اي بلوكه وليفر. طبعا هنوريكم انه شغال. طبعا دوست على الليفر كله اتحرك. فدلوقتي هنعلمكم طريقة بناء الجسر ده. اول حاجة الستيكي بيستون هنحطه بالشكل ده، بعد كده الريد ستون قدامه، وستيكي نسيب بلوك وستيكي بيستون وريد ستون، بلوك اوف ريد ستون طبعا، بعدين ستيكي بيستون، وبعدين اي بلوكة من اختياركم. بعدين هنرجع ورا خالص، نجيب الريد ستون نحط ورا كل بيستون بالشكل ده، نجيب الليفر نحطه قدام اي واحدة من الريد ستون، هندوس على الريفر، على الليفر كله اتحرك. عايزين ترجعوه تاني هتدوسوا هنا على الليفر تاني. هو ده زي ما انتوا شايفين. لو عايزين تبنوه ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، ولو عايزين اي حاجة او اعرفكم اكتبولي في الكومنت وانا ان شاء الله هبقى اعملها لكم. ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.